ما تبقى انت لعيب في الفرقه وحاسس ان هو جنبك وحاسس بيك وعارف من المعاناه اللي انت بتعانيها دلوقتي وواقف وراك وبيدعمك في كل الاوقات وفي كل المراحل الصعبه. خلي بالك في كل المراحل الصعبه بتلاقي دايما الكابتن محمود الخطيب بيسافر مع الفريق دايما، مش مره واحده بس، يعني مش النهارده بس، في قطر برضو في كاس العالم لو تفتكروا برضو نفس الحكايه، اهو الكابتن محمود الخطيب معانا على الشاشه، وزي ما انتم شايفين بصوا انا حاسس باحساسه دلوقتي، يعني انا حاسس باحساس الكابتن الخطيب، الكابتن الخطيب حاسس ان هو هيلعب الماتش ده مع اللعيبه دي، هو ده النادي الاهلي، هي دي اسره النادي الاهلي، رئيس النادي بنفسه زي ما يكون لعيب كبير او كابتن. وخلي بالكم الصوره دي على الهوا، اللعيبه راح الماتش دي حصري على قناه النادي الاهلي بس، يعني كابتن محمود الخطيب زيه زي بقيه اللعيبه، يعني انا متاكد ان هو يمكن لو عنده الامكانيه انه يلعب كان يتمنى انه يلعب ماتش زي دوت، فانا عارف الاحساس دوت، يعني ياما رؤساء مجلس اداره النادي الاهلي في المواقف الصعبه كانوا بيبقوا جنبنا كانوا بيبقوا معانا، وخصوصا لما يبقى نجم بقى بحجم الكابتن محمود الخطيب بتعرف بقى انت من جواك بتحس ان انت يعني عايز تموت نفسك لما تنزل ملعب، انا عايز الماتش دلوقتي على طول.